صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشر معكم من وسط المدينه القديمه، بالضبط حي ابو طويل، لحظه وصول الشرطه العلميه من اجل اخذ البصمات والتحقيق في كيفاش حالات العافيه في باركينغ ديال المسجد. الحمد لله، يعني وقال المدني سيطرت على الحريق، ما فيش خسائر في الارواح ولكن الخسائر الماديه اكثر من 50 دراجه ناريه، ولكن النيران احتاجت سبحان الله العظيم غير للسور ديال المسجد، ما شدش الزرابي داخل ديال المسجد بطويل. الله اكبر.